فرصة ذهبية لهذا المجلس وأعضاء أن يدخلوا التاريخ ويتحفر أساميهم لدرجة أنك تشعر بالغبطة الحميدة، مش الغيرة الوحشة، أنك أنت كنت تتمنى أن كل المشاريع دي تنطلق وأنت جزء منها. فعشان تكون جزء منها لازم تكون جزء منها كمواطن. صحيح. تخيل ان انت كمواطن، ايوه انت كمواطن بتحب النادي الاهلي، تستطيع ان تكون جزء من هذا التاريخ بمسانده هذه المشاريع. انت عارف يعني ايه شركه سياحيه؟ الشركه دي بكره الصبح لو انشئت بعد بكره هتحس بيها. تذكر مجله النادي الاهلي؟ مجله النادي الاهلي لما طلعت كانت بتتباع بمبلغ قرش سعر 10 سنين. 10 سنين، وبعدين بقت بجنيه. وفضلت سنين بجنيه. صحيح. وهي بجنيه كانت بتكسب من التوزيع بدون اعلانات. الاصدار الوحيد اللي بيكسب كام؟ سلفت النادي الاهلي لما كان محجوز عليه 3 مليون جنيه. صحيح. المجله من التوزيع. يعني ايه توزيع؟ يعني الناس اللي بتروح تشتري المجله لمجرد، انا كان في ناس بتقول لي احنا بنشتري بال10 و15 كدعم للنادي. ليه دعم للنادي؟ صدقوني اي حاجه اسمها النادي الاهلي ما تخافوش عليها، لان وراها يعني جيش من المتعطشين لمسانده هذا النادي. بص كانت بكام؟ ب10 قروش. ايوه سنه 80. النادي الاهلي يا جماعه لما المهندس عادل قال ما حدش يقلق على النادي الاهلي ويخاف على النادي الاهلي. للنادي الاهلي الجمهور، فكره ان جمهوره ده حماه، ده مش من فراغ. هذه القوة الاقتصادية الهائلة جدا في ظهر النادي الاهلي هي اللي دايما وابدا بتخلي كل المسؤولين على النادي مشغولين جدا بتحقيق رغبات واحلام وخدمات السادة اعضاء النادي. وبالمناسبة الجمعية العمومية للنادي الاهلي بوعيها التاريخي لعمر حد اثر عليها، وواهم جدا من يعتقد انه يقدر ياثر عليها وعلى اختياراتها. لا، جمعية بتفرز كويس قوي، جمعية تعرف مين المخلص للنادي الاهلي، جمعية بتعرف دايما وابدا تختار الصح للنادي الاهلي. اختبرت في وعيها تاريخيا، فواهم من يعتقد غير ذلك. تصدق كلما اشتد الضغط على النادي الاهلي كلما زادت اللحمة والتماسك، ها، وتطمن اكتر على النادي الاهلي. هو بقول لك ايه، وهو ده اللي انا ما بقول لك، هو خلية صالحة وانعكاس صالح لمجتمع اكبر اسمه الوطن، اسمه مصر. صحيح. نفس الشيء بيحصل لمصر، اللي بيلعبوا فاكرين انه بيلعبوا في 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 الشعب المصري بيزيدوه تلاحما مع قياداته لانه اوعى من ان يعبث به احد. اوعى من ان يعبث به احد. هقول لكم مجلس الاداره الحالي عشان اي كلام فارغ تعرفوا مصدره ماشي ازاي. مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي ميزانيته إيه وعمل إيه للنادي؟ آخر ميزانية لمجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر، وليهم كل الشكر والتحية والتقدير، ناس أنجزت وأضافت، لأنه ميزانيات النادي دايما وأبدا في تزايد، كل المجالس بتشتغل. لكن آخر ميزانية للمجلس السابق كانت في 30/6/2017. هقول لكم كانت كام؟ 829 مليون جنيه، وكانت وقتها اعلى ميزانيه برضو لاي نادي. كانت مبهرة طبعا، وما بازالت 829 مليون جنيه. مجلس الاداره الحالي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي ملوش في الاداره ضاعف هذه الميزانيه، فاصبحت اول ميزانيه للنادي الاهلي لمجلس الاداره في 30/6/2018 1,294,000,000 جنيه، مليار واكثر من ربع دخل بيها مجلس الاداره الحالي عصر الملياريه في ميزانيه النادي. يسكت عند كده؟ لا، شوفوا العمل ادى الى ايه. الميزانيه اللي بعديها اللي في 30/6/2019 كانت مليار وربع، بقت 2,066,000,000 جنيه. بصوا نتاج العمل في فترات مرت بيها البلاد في حالات كتيرة جدا. الميزانية الحالية المستهدفة اللي هتكون
تناقش في الجمعية العمومية اللي أعتقد حدد ليها نوفمبر القادم، يتوقع تبقى كام؟ 2,270,000,000 جنيه. مجلس يدير نادي بهذه الفروع وهذه الطموحات ويصل إلى الأكثر من 2,250,000,000 كميزانية، يتقال لك أصله بيفتح بوابة تانية. يفتح علينا وعليكم ربنا. بعد الفاصل. عايز تقول حاجة قبل الفاصل؟ لا يعني أنا كنت عايز بس أوضح إن النمو ده ما هوش ورم، ده نمو. أيوه ده نمو، نمو في نادي أتوقع بالمشاريع اللي ما تخلص دي هيتجاوز عشرات المليارات طبعا. ويحقق للدولة رافد من الروافد أو نموذج من النماذج الناجحة جدا في الاستثمار وجاذب. هو نموذج جاذب للاستثمار، نموذج جاذب للاستثمار النادي الأهلي.